بمدح النبي وقول يا نبي وصلي على النبي. النار لا تحرق لسان عبدا يصلي على النبي. اسمك محمد يا نبي وفي السماء محمود. نرجو الشفاعة يا حبيبي يا محمد ما يوم العود حك العود. زمان قبل ظهور وانتشار مواصلات النقل الحديثة كانت رحلات الحج اللي طالعة من مصر بتاخد من 3 لـ4 شهور. الرحلة شاقة والاستعداد ليها بياخد وقت طويل، طحن الدقيق، تحضير الزاد والزواد، وتهيئة الحج نفسياً للزيارة المقدسة. في الوقت ده كان صوت الستات مع الدف والزغاريد بطل رئيسي في بيوت الحجاج. مع إن الزمن اختلف وظروف الرحلة تغيرت، لكن المفاجأة بالنسبة لي إن غنى الستات للحج لسه موجود لحد النهاردة. هنا في مركز كومومبو بأسوان أغاني متوارثة من الأجداد ما نعرف لهاش مؤلف ثابت، لكن بتمارسها بعض الستات الموهوبات بالفطرة زي الحاجة حمدية اللي أصرت إنها تداري وشها قبل ما نسجل معاها لأنها ما بتغنيش غير وسط الستات وبس. بتغني كده من زمان الغنى الحلو ده؟ اه. من امتى؟ زمان. من وانت عيله يعني صغيره كده؟ لا مش عيله صغيره. اه كبيره؟ لا دلوقتي يعني سنين. آه. يعني سنين؟ 5 سنة كده. بتغني فين بقى؟ بتقولي غنى الحجيج فين؟ يعني للحجيج. اه. لما الناس يحجوا مثلا يمدحونا نمدح ليهم هم، وفي الافراح برضو لما يقولوا لنا امدح بنمدح. انت مدحه بس؟ مدحه للرسول عليه الصلاه والسلام. سلام. للحج للفرح. أيوة. عايز استبارك لمولد. لمولد رسول الله اللي اطلع في الربيع ده، ناخد شهر في الربيع احنا من بنغني. يعني بتغني للستات ولا تغني للرجاله برضو؟ لا للستات بس. للستات فقط. بس اه فقط في البيوت. اه في البيوت. آه. وعندنا ابو زايد بيجيب رجال بيسوي ليالي برضه 12 ليله. 12 يوم. 12 يوم بيجيب التهامي والدشناوي والمودحين يعني كلهم بيجيبهم. وانت في نفس الوقت تروحي البيوت عند الستات؟ أيوة. في المدينه. انا اللي يندهني ويقول لي تعال بنروح ليه. وانت دي فرقه معاكي يعني؟ اهي الفرقه دي. الفرقه دي تمام. أيوة. هم دول اللي معاكي من أيوة. زمان. ايوه. وفي ترتيب معين للاغاني اللي بتقوليها بتاعت الحج مثلا لو واحد رايح غير لو واحد راجع؟ اه طبعا. ايه بقى؟ الرايح غير الجاي. كل دي ليها اغاني وليها اغاني. ايوه ليها مديح ودي ليها مديح. مديح. هو راجع بقى هتقولي له ايه؟ السلامة الحجاجة وبركة والله زيارة عرفة. يعني الحجاج يعني غير اللي ما يروح غير ما يجي ما يرجع. يا حجي تحت الشجر يلا نسلم عليه.
في ناس كتير زيك كده في البلد او في طبعا في كتير بيمدحوا في كتير بغني يعني اغاني للاحجاز بغني اغاني للافراح. طب ولو انت في فرح وحد قال لك غني لنا غنوه بتاعت افراح على الترعه على الميه المالح على المالح أيوة الحاجات أيوة تقوليها أيوة ولا ما تغنيها تغنيها ايوه غنيها وتغني ام كلثوم وانت رايقه كده ولا أيوة تغنيش ام كلثوم وكل عاد. طب ما تديني حته كده بصوتك الحلو كده حلوه كده لام كلثوم مثلا. هل راى الحب سكارى سكارى بس كده ده ما كملتش جمله خلاص عادتني. طب قولي لي الميت لما بيموت في مخيخ طبعا المخيخ ده ليه رتم ليه صوت يعني لعديد لعديه ايوه تعرفي تعملي العديه ولا ما تعرفيش عديد نعدد على الراجل ونعدد على المراه. ايه العديات مثلا العديه بتاعت الراجل يعني الراجل لو شاب لو شاب يعني الشاب ده لو واحد الشاب وغير الغير الكبير لو هو تو يعني برضه زي الكبير الشاب. طب اديني يعني عديه كده وريني سمعيني عديه كده عشان الحاجات دي بتندسك العديد نسمعك العديد نسمعك عجعوي يلا حلو ما برضه العيحه وحد كلنا لا اله الا الله محمد رسول الله رايحين كلنا ما بعد وجهه بس عشان نشوف الفن ده عامل ازاي يعني اديني نموذج كده حته اهل السدايس يا رب خليها يا رب عودة لأهاليها رجال السدايس يا رب هملها يا رب عودة لمنازلها. يلي ابتليتي طولي بالك انت ابتليتي وبلوتك طالت. العدودة هي فن الاحتفاء بالموت أبيات شعرية مجهولة المؤلف توارثتها الستات من جيل لجيل ومن زمن لزمن بيتجمعوا في صحن البيت أو براه لابسين اسود وبلحن جنائزي حزين بيبدأ التعديد. نادى المنادي وكحرة النبوت راح اللي كان ظله مالي علينا بيوت. نادى المنادي وكحرة الجلة جال افتحه ونعشه أبكي على العلة. والكل ميت قصدته اللي يتقال للبنت اللي لسه ما تجوزتش يختلف عن اللي يتقال للي اتجوزت. رساء الطفل غير رساء الشاب اللي خلف مش زي اللي ما خلفش اللي مات في بيته غير اللي مات في غربة نعي الأخت لأخوها غير نعي الست لجوزها. المرأة غير الراجل طبعا عديد عدد على المرأة وعدد على الراجل. اديني واحدة للمرأة واروح للحفار واقول له شعر الصبية من التراب قل له واروح للحفار واشكيله شعر الصبيه من التراب شيلو وجاي من بعيد ولابس المكسي هذا احنا نقولها ثاني لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا إله. دلوقتي الستات اللي بتعدد في ستات بتعدد هنا مثلا في المنطقه دي لا بطل اندلق. بطل دلوقتي خالص بطل العديد يعني بسيط بسيط الحرم اللي جهلات شويه كده يعني اللي يعدد لكن ذاك العديد بطل على اساس حالي. انه يعني حرام يعني وكده حرام يعني الناس ما بتحبوش الناس ايوه طورت شويه كده لكن زمان كانوا بيعملوا كده على طول كانوا بالحزمن واللي يسوون الطين على اقدامهن على شعورهن حطوا طين والله سبحان الله يعني ويقعدن ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا اسبوع برا في الشوارع ما يدخلنش البيت ولا ياكلن ولا يشربن. عايز اسمع منك هسيبك انا وامشي بس عايز اسمع منك حاجه وحدك تقوليها لي بدون الات وبدون الستات اللي معاكي دول في مديح عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حته صغيره كده وحدك. داري على بلوتك يلي بتلي الداري ازاي اداري ونور المصطفى ساري كتب القلم على العبد والعبد مش داري وش يعمل العبد للي محزم الباري يا واحد واحد الواحد ده النار لا تحرق لسان عبدا يصلي على النبي وأظلم الليل تروح فين يا مبالي خشوا العريضة تلقوا بابها عالي ألوم على الناس ولا لوم على حالي ألوم على قلبي كان عمرا صبح خالي خالي يلوم علي أنا قلت له خالي يلي ابتلت بالعشق تعنظروا حالي
خشوا العريضة تلقوا النور بيلالي. لا حسانة من حي ليلى النقشبندية طريقة صوفية بتنتسب للشيخ محمد بهاء الدين شاه نقشبند، وهي موجودة في أسوان من أكتر من 150 سنة. مؤسسها الأول الشيخ إسماعيل بن تقديم، نزل من السعودية لمصر سنة 1250 هجرية بغرض زيارة الأزهر الشريف. كان جاي عن طريق السودان، وفي الرحلة استقر في قرية سلوى في أسوان، واختار 8 أشخاص من حفظة القرآن الكريم عشان يعلمهم أسرار الطريقة، النقش على القلب بالذكر ومحاربة النفس. انتشرت الطريقة وبقى ليها مريدين ودراويش ومدحين، منهم الشيخ محمد العاشق. لدى الروضة الغناء بها المسك فائح، أسيلات نجد هل ألم بك الحياة، فها أنا بالجرعاء بالسر بائح، بكيت دما بين العقيق محاجرا، رأيت القباب البيض والوجه لائح، أهيل النقى هل أنتم من مودعي، للهف براغ الشوق والوجه كالح. أنت بدأت المسألة دي من إمتى وليه؟ يعني إيه اللي جذبك لمنطقة المديح ورحت له إزاي؟ أنا بدأت أصلاً في الشارع بتاعي كان فضيلة الشيخ عبد الصادق رضي الله عنه، رضي الله عنه جدي رحمة الله عليه. فأنا نشأت مع الشيخ عبد الصادق، هو من مشايخ المشاهير النقشبندية المشهورة هنا في المنطقة دي، المنطقة غالية فطيرة. تمام. فطبعاً أنا نشأت عندي أنا صغير، فطلعت بقلد الناس اللي هم بيعملوا الكبار، ف تشوف حضرات مع مرور الزمن لقيت نفسي أنا صوته حلو، فانتميت للطريقة النقشبندية الحمد لله يعني. وده لون مختلف عن الـ عن الـ عن المدائح الأخرى، يعني عن عن مثلا البرهمية، عن الرفاعية، عن الطرق الأخرى. لا، هو المديح هو في حد ذاته شامل كله، بس كل واحد له لون في طبقات في اللون نفسه يعني. طبعا الطريقة البرهمية لها شكل وحده كده، اللي هي تقريبا خماسي. خماسي اللي هو سوداني يعني. سوداني كده مظبوط. والطريقة النقشبندية لها ايه شكل عامل ازاي؟ ليها ذكر بتبقى بحاجة طار وكده، طار والباز، حاجة اسمها عندنا البازة. البازة فتختلف شوية يعني عن الآلات الموسيقية وكده. شبه شغل عبد النبي الرنان ولا ملوش علاقة؟ لا ملوش علاقة. طريقة بتاعت النبي عبد النبي الرنان دي طريقة وحديها خالص خالص. تمام. في حاجة اسمه الليسي. قول لي طيب، فرقتك كم واحد ولا معكش فرقة؟ أنا معايا واحد بس. ده بيعزف إيه؟ هو بيعزف البازة. 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 والبازة دي اللي هي عبارة عن السلطانية الألمونيوم دي؟ هي عبارة كده حاجة نحاس يعني، بتيجي تشتري من مصر، زي الشبه ما قلت كده يعني بالظبط. بالظبط. دندن عليها كده. هي موجودة بتتصنع كمان كآلة. كآلة. وبدندن عليها وبقى برضو يعني خبرة، مش يعني عايز واحد برضو فاهم. فاهم طبعا. فنان عنده سنس يعني. سقوني وقالوا نص مرحبا بحبنا. وقالوا متغرباً
موت الفتى ترتيب معين لليلة؟ الليلة الإنسان بيخش الليلة وبكونش محضر حاجة أصلاً يعني، لكن تبع رب سبحانه وتعالى على ما يفوز عليه المدد. بيحصل تواجد ويحصل تناسق بين الذاكر والمداح، فبيحصل تواجد يعني، تواجد حلو يعني. بتسيب نفسك؟ بسيب نفسي يعني. الليالي بتعمل فيه الليالي يعني في الغالب؟ بعمل انا يعني مش لفيت كثير الحمد لله، رحت ارمنت، رحت اسيوط، رحت ادفو، يعني بلاد كثيره يعني. مثلا عندنا هنا برضو الحمد لله بيحبوني يعني، لي شعبيتي الحمد لله هنا. اكثر من اكثر الاماكن اللي فيها اولياء في اسوان تحديدا. نعم، ويقال يعني ادفو وكومومبو ودشنا في قنا يعني دول يعني اماكن معظم الاولياء. يعني مفيش قريه ما فيهاش ضريح وما فيهاش ولي وما فيهاش المساله. وبالذات يعني اولياء كثير جدا جدا. لياليهم كثيره كمان، ولياليهم كثيره، حفلات كثيره قوي يعني بصراحه، يعني ناس حلوين برضو. يا نائمي في الحب دعني فإن جعلت لمن أهواه بيخلي الناس تروح للطرق الصوفية أصلاً؟ يعني إيه اللي موجود في الطرق دي بيجذب الناس؟ الروحانيات والقصائد بتاعتهم حلوة، القصائد بتاعتهم حلوة يعني جميلة بصراحة. وبعدين المشايخ برضو بيعلموا الناس وبيفقهوهم في الدين وكده. أنت القصائد اللي بتمدحها قصائد لمين؟ أنا بمدح يعني ممكن أمدح للشريف إسماعيل رضي الله عنه، والقوس بن مدين، والسهر وردي، والحلاق كده يعني، القصائد كثيرة بمدحها الحمد لله. وكل طريقة ليها مشايخها وليها مدحينها؟ لا يعني الطريقة النقشبندية لو عاد يجيب مثلا أي شيخ بيجيب عادي، عايز يغير بيغير. أي برضو طريقة الضيفية، الطريقة الرفاعية، لو عايز يغير بيغير. طب قول إيه الموالد الكبيرة هنا اللي بتستقطب المدحين الكبار؟ مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بيجمع جميع المدحين على مستوى الجمهورية. اللي أعرفه إن ده أكبر مولد للنبي أكبر عليه الصلاة والسلام. أكبر مولد، نعم، في على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية في أسواننا. أسوان بيجيب سوهاج وأسيوط وكل كل البلاد يعني. حقيقة يعني ده هو مفرخ المدحين، لأنه بيطلع مدحين جداد، الناس بيشوفوا، الناس بتيجي كتير. بيقدم ناس كمان جديدة كثير، بيقدم أكيد وناحت طيور الأيل.